شكرا جزيلا زميلنا رمضان شحات جاب لنا تفصيل عن الأضحية وازاي يتم اختيارها، ويعني كمان امتى نعرف ان هي يعني صحتها كويسة ولا لا، وكمان زي كيف يتم اختيار الأضحية بشكل سليم وصحي. ده يمكن هيكون النهارده حوار فقرتنا، ونتكلم فيها بالتفاصيل اكتر وتخصص اكتر مع دكتور علي محمد علي اخصائي ارشاد طبي. بصبح بيطري، صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. خطوات يمكن بالشكل العيني كده او مجرد ما هشوفها هعرف ان الاضحيه دي صحتها كويسه وما عندهاش اي مشاكل صحيه، ازاي حضرتك ممكن اعرفها بشكل كده يعني مجرد ما اشوفها هعرف ان ده عنده مشاكل صحيه؟ الاول بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه والشعب المصري الكريم بالف خير، ومصرنا الحبيبه بالف خير، واهلي واسرتي وجميع احبائنا بالف خير. امين يا رب. امين. كل سنه في هذا التوقيت بنواجه مشكله اختيار الاضحيه. يمكن الاضحيه هي شعيره ينفذها اغلب المسلمين في جميع انحاء العالم، وبنقع في عده اسئله كثيره. بدايه منذ شرائها، ازاي هنشتريها؟ ازاي هننقلها؟ ازاي هنذبحها؟ ازاي هنتناولها؟ بدايه قبل كل ده احب ان انا ابدا ان انا اوضح نفهم يعني ايه كلمه اضحيه. ان انا لما افهم كلمه اضحيه ده هيسهل لي حاجات كتيره قوي بعد كده. الاضحيه هي كل ما يذبح من بهيمه الانعام. بهيمه الانعام المقصود بها الضأن، اللي هو سواء الكبش او النعجه، الابقار سواء البسور او البقره، الجمال سواء الناقه او الجمل، والماعز تمام، التيس او العنزه تمام، يصبح تقربا الى الله سبحانه وتعالى منذ صباح يوم العيد تمام حتى رابع يوم العيد اللي هو حتى المغرب. طيب احنا بنقول ده ليه؟ ان ده زي ما حضرتك تفضلت ان هو يفرض عليا وجود شروط صحيه وشروط شرعيه. تمام. احنا بنتكلم بقى ان هي ممكن ان الذبيحه فعلا ان هي تكون سليمه وخاليه من كل حاجه وبتاع، بس هي لا تصلح ان تكون اضحيه، يعني تصلح ان تكون ذبيحه وان احنا نتناولها وان احنا نقبل عليها وكل حاجه. بمعنى اول حاجه ان الاضحيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا، قال لنا الا تكون عرجاء بين عرجه، ان هي ما بتعرجش، ان دي حاجه تقرب الى الله سبحانه وتعالى، فاحنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى يعني باقيم حاجه وباسمن حاجه عندنا. تمام. تاني حاجه عندنا الا تكون عكفاء. عكفاء اللي هي الهزيله، ان احنا بنشوف بقى بعض ان هي تعبانه جدا وان هي هزيله، ان هي ما تكونش هزيله ولا عوراء، عوراء بين عورها، ان هي ما تكونش بعين واحده عين ثانيه باينه او عين اخرى مصابه. تمام. دي اللي هي الشروط الشرعيه المرعيه الموجوده في الاضحيه. ناتي بقى للشروط الصحيه للساده المشاهدين اللي هم لم يشتروا حتى الان وان هم ان شاء الله هيشتروا. اول حاجه بنتكلم ان احنا لازم نقبل على الشراء من مصدر موثوق، ان احنا لا نختار او لا نشتري من اللي هم الباعه بالظبط، اللي هم مش الجائلين، اللي هم زي بنقول السريحه بالبلدي كده او بالمصطلح العامي، اللي هم بياكلوا الاغنام بياكلوهم من القمامه. هذه الاغنام وهذه اللحوم يعني هي غير صحيه بالمره، وتحمل العديد والعديد من الامراض الخطيره. فاحنا النهارده بدايه كده ان احنا نختار الجزار الموثوق به، منافذ بيع وزاره الزراعه، منافذ بيع الحكومه، ان هي المصدر الموثوق منه. ثانيا بقى زي ما حضرتك تفضلتي العلامات الصحيه اللي انا كمشتري او ان انا كمستهلك ان انا اقدر ان انا اشوفها بشكل عادي بعيدا عن اي تعقيدات او بعيدا عن اي حاجه صعبه. يعني اول حاجه ان يكون الحيوان اليرت، اللي هو يعني حذر، ان انا لو انا داخل اشتري ان انا اول ما اخش الاقيهم بيجروا، ان هم يعني بيسمعوا ان هو مش الحيوان. بالظبط حذر كده، وان هو مركز معايا، بيدي رياكشن ليا ان انا كموجود. حاجه الثانيه اللي احنا بنبدا ان احنا نشوفها، لو احنا بدانا نفحص الخروف المجسم ده زي ما احنا هنشوف. أيوة، ان احنا هنبدا حاجه بسيطه كده. أيوة. بالظبط يعني لو احنا بدانا يعني اول حاجه ان احنا نفحص الجسم ككل تمام، ان هو يكون متناسق، ما يكونش جزء اكبر من جزء، ده بالعين المجرده عادي جدا تمام، وان يكون مثلا العين ما تكونش حمراء او بيها اي افرازات او دمعيه، اي فتحات الانف، ان هو لا يكون ما عندوش افرازات انفيه كثيره، الابقار بالذات الفم، ان هو ما يكونش عنده سيلان كتير، ان ده ليه على اصابه بحمى القوعيه، وان كنا احنا دلوقتي في الصيف بس احنا بنتكلم عموما يعني كامراض.
الحاجة التانية ان احنا لو جينا بالمنطقة الربع الخلفي، ان هو لما يكونش ان هو بقى رجليه الخلفية دي مليئة مليانة افرازات بردك، ان هو دليل على اسهال واصابته ببعض الامراض في الجهاز الهضمي اللي هي مش هتكمل معنا. الحاجة التانية اللي بنبدأ بقى نشوفها ان هنا بنبدأ نتعامل مع الحيوان كوحدة واحدة، ان احنا النهاردة بتقابلنا مشاكل في الغش. النهارده الحيوان اول ما انا اروح النهارده اشتري عند الجزار، اول حاجه بيبدا يعملها لي بوقف لي الخروف بهذا الشكل. لما يوقف لي هذا الخروف بهذا الشكل اللي هو الباين معايا، بيبدا اللحم كله بيبدا ان هو يتراكم في الجزء الايه الخلفي بالظبط، فان هو يبدا ان هو ايه مدملك كده زي ما احنا بنقول. ان هو مكتنس باللحم وهو في الحقيقه هو ضعيف جدا وان هو ما فيهوش لحم. فاحنا النهارده بننصح الساده المشاهدين اول حاجه لا نقول للجزار او اي حد ان هو الخروف يبقى على ان انا لما اجي اشوفه على مستوى ثابت على الارض، تمام؟ ان انا لا ان انا ما ينفعش ان انا افحصه ان هو بالشكل ده اللي هو واقف عليه. الحاجه الثانيه ان البعض الغشاشين من التجار ان هم بيبداوا ان هم بيجوعوا الحيوانات مده طويله جدا، وبعد ما يجوعوا الحيوانات ان هم بيبداوا ان هم بياكلوهم اكل بكميات ملح عاليه جدا. فبالتالي ان هو بيبدا ان هو يلتهم ميه اكتر، بالتالي بيزيد في الوزن. فاحنا النهارده لما نيجي بردك قبل ان احنا ما نوزن ان احنا نقف نخليه نوزنه مره الصبح ومره بالليل، وان احنا نشوف موضوع الاكل ده عشان لا نقع في براثن الغش. الحاجه الاهم بقى هو الوزن الطبيعي تقريبا يا دكتور للاضحيه اللي هي الخروف بقى بالذات، يعني بيبقى وزنه تقريبا الصحي والطبيعي قد ايه؟ طيب هي الوزن هي قصة مختلف فيها في بعض الفقهاء، ويمكن إن شاء الله الشيوخ الأفاضل إن شاء الله اللي يجوا بعدين هم يتكلموا فيها. يمكن الأضحية هي مرتبطة بالسن مش مرتبطة أكتر بالوزن. النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا المسنة، يعني ما تذبحوش إلا بهيمة الأنعام المسنة اللي هي تجاوزت العمر بتاعها. والفقهاء اتكلموا ان البقر ان هو تجاوز السنتين وداخل في الثالثه، الاغنام تجاوز السنه وداخل في الثانيه، الابل تجاوز الخمسه وداخل في السادسه. وان تعذر عليكم، طب ده صعب جدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك فعليكم بالجزع، الجزع اللي هم قدروها ان الضأن حوالي 6 شهور. طيب احنا للاسف ان احنا بنشوف النهارده مظاهر صعبه جدا، بنشوف ذبح البتلو. البتيلو ده عمر 2 شهر، الجاموسه دي لو هي قعدت سنه انها توصل ل 350 كيلو، ممكن 400 كيلو، ممكن لو قعدت اكتر من كده توصل ل 500 كيلو. احنا بنعاني من مشكله في ازمه الثروه الحيوانيه. فحضرتك صلى الله عليه وسلم ان هو النهارده بيتاخد في علم الانتاج الحيواني ان هو اساء نواه للحفاظ على الثروه الحيوانيه. فالاضحيه هي مرتبطه بعمر مش مرتبطه بوزن اكتر. وان كان بعض الفقهاء ان هم بيقولوا تيسيرا على المسلمين ان هم في ظل نظم التربيه المكثفه حاليا والاعلاف عاليه القيمه البروتينيه ان هو ممكن ان هي تكون بالوزن، لكن احنا بنتكلم بسن. طيب حد من اللي هيسمعنا يقول لك طيب يعني هو كده بقى الاضحيه اللي انا هذبحها دي مقبوله ولا مش مقبوله؟ هو القبول ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا علينا كمتخصصين ان احنا نقول ده ينفع ولا ما ينفعش. فاحنا بنقول اللي هي الاعمار الصغيره دي ما تنفعش كاضحيه، انك انت تبقى عارف ان هي ما تنفعش كاضحيه، ومن المفترض بك انك انت تبدا انك انت تجيب الاعمار الكبيره. هنبدا نتقابل بالظبط ان هي مشكله المسنه دي بتبقى عندها مشاكل في السوى والحاجات دي، يعني بعض الناس تقول لك كده مش طعينة السن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش يعني طعينة السن اللي هي فعلا لحم الجاموس الكبير اللي هو بياخد وقت وبيشد وكذا الاخر، لا اللي هو بدا ان هو يكبر ان هي بدا يبقى فيها لحم ان انا اضحي بيها ان هيستفيد بيها فقراء المسلمين وهنستفيد بيها كامه جميعا. طيب هو في مشكله ان هو قد تقابله ان هو الاسعار غاليه، ان هو مش هيقدر ان هو، بس هو الاسلام اتاح لنا المشاركه ان هي تصل لـ7 في البقره. فما احرمش الفقراء، ما احرمش نفسي من الاجر ان انا اذبح بقره صغيره اقول ان انا ذبحته وخلاص. طيب هو يعني ممكن انا اتعامل في الموضوع انه صك، يعني مش لازم ابقى الاضحيه عندي انا في البيت او عندي في المكان وانا اللي اقوم بذبحها، او هبقى في وسط الناس اللي بيذبحوا بالمشاركه، ولا ده عادي؟ يعني حياتك قولي برضو شرعا ايه. طبعا طبعا هو طبعا دار الافتاء اجازت صك الاضحيه لما نتكلم عليه من مشاكل بتقابلنا كمجتمعنا. هي بنقص لي حاجه صغيره بس في فكره العلامات الصحيه اللي انا اقدر اشوفها. ان احنا بنسمي جميع بهيمه الانعام دول المجترات، المجترات اللي هم الروميننتس اللي هم بياكلوا الاكل سريعا ثم يبداوا ان هم يقتروه مره اخرى ببقهم بالشكل ده. حتى الاطفال يجوا يقعدوا يستغربوا ايه ده الخروف ده ما فيش قدامه اكل، هو بيعمل كده ليه ببقه؟
تمام؟ ان هو بيقطر الاكل، دي علامه صحيه مهمه جدا وحيويه. لو انت شفت الخروف ده بيقطر او البقره دي بتقطر، فدي علامه صحيه مهمه جدا ان الخروف ده سليم. ده لازم بقى تكون شاري الخروف تقريبا قبلها بكام يوم بقى. لو انا واقف عند الراجل وان انا بقدر ان انا اشوفه فهلاقيها فان انا هقدر اشوفها يعني. حتى احنا اهالينا في الصعيد وفي قرى مصر يعني عندهم بيقولوها كده بالبلد يعني، طالما الحيوان كل وشتر وكتر بعد عنه الشر، تمام؟ دي قصه. القصه الحقيقه كنت بتكلمي فيها قصه صك الاضحيه. يمكن احنا بتواجهنا مشكله فعلا ان احنا عندنا ذبح الاضحيه بيمتد من بعد صلاه العيد حتى رابع يوم العصر او المغرب، تمام؟ طيب عندنا فتره كبيره جدا وربنا سبحانه وتعالى وسعها لنا، احنا بنيجي نضيق على نفسنا كلنا بعد الصلاه. ده بقى بيؤدي الى ظهور العديد والعديد من المشاكل والمآسي والكوارث انجاز التعبير اللي احنا بنشوفها. اول حاجه طبعا الذبح، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان في مثل هذا اليوم اللي هو يوم العيد مفيش افضل من عمل مثل اهراق الدم او ارهاق الدم اللي هو ذبح الاضحيه. طيب ما نيجي نتامل ونشوف، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن ان احنا يقول لنا وزعوا لحمه انك انتوا ان هو تسهيلا علينا بالزبط. لكن هي الفكره فكره طلوع الروح، انك انت ما بتشوف الحيوان والروح بتخرج منه ان الانسان يتعظ ويتعلم، لكن احنا للاسف حولنا هذه العظه الى يعني كل البعد عنها من مشاهد مصارعه، حلبه مصارعه بين الجزار والذبيحه، وان هو بيبدا ان هو يعرقبها من رجلها ويبدا ان هو قد تؤدي الى قتلها والبقر يمشي وكذا الى اخره. طيب احنا اول حاجه بنتكلم بقى النهارده اهو، احنا ان شاء الله هنلحق بقى ان عندنا كل المشاهدين بكره ان شاء الله هتذبح. ايوه يعني اذا كان النهارده حد يقول لك احنا خلاص اشترينا، لا احنا كلنا بكره ان شاء الله هنذبح. فربنا سبحانه وتعالى وسع علينا من بعد صلاه العيد حتى رابع يوم العصر. اول حاجه صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان في الذبيحه، ان احنا نحسن الى الذبيحه، ان ما فيش حيوان يتجر على الارض زي ما احنا بنشوف ويتذبح قدام حيوان تاني، ان ده اصلا بيأثر على الكيمياء الموجوده في جسمه ويؤدي الى تغيرات هرمونيه وارتفاع هرمون الخوف وكذا لاخره، ويؤثر على جوده اللحوم بعد ذلك. احنا اول حاجه النهارده ان احنا بكره ان شاء الله اذا كان لينا عمر ان كل واحد يجي بدور معين يتزم مع يتفق مع الجزار. تاني حاجه الجزار هي مهنه لاهلها، ان الجزاره مش مهنه ملا مهنه تلاو في هذا اليوم اللي احنا بنشوفه اي حد معاه سكينه جزار ويبدا ان هو يمشي. لا والناس نفسها يعني بيبقى الراجل رب الاسره بيعمل ده قدام ولاده. بالظبط، ان احنا لا ان احنا نيجي النهارده ان احنا نتفهم ده، وان احنا نراعي بردك مشاعر الحيوان قبل الانسان، ان احنا النهارده فعلا ان الناس يعني بترتعد خوفا من انهار الدم وشلالات الدم، ان احنا بنؤدي الشعيره بصوره خاطئه. الشعيره كشعيره هي يعني من اقيم المعاني ومن اقيم الحاجه اللي هي تؤدى في مثل هذا اليوم، لكن هي بتؤدى بصوره خاطئه، ان الاسلام حرم ده، ان احنا بنلاقي جزار السكينه مش حاميه يبدا ان هو يذبح الذبيحه. الرسول قال له هتذبحها مرتين، انك انت يعني حد شفرتك، تمام؟ وليرح ذبيحته. اين نحن من هذه التعاليم؟ فان بكره ان شاء الله اول حاجه هنجيب الذبيحه وننقلها. طبعا بقى بنشوف ان هم الاولاد يضربوا الخروف وان هم بالراحه ننقلها، ما ناكلهاش خلاص النهارده ان شاء الله. بنتكلم كده الذبيحه اي عندنا هنحطها عندنا او عند الجزار، ما تاكلش ابتداء من الساعه 8 12 بالليل، على الاقل 6 ساعات 8 ساعات لتفريغ محتوى الكرش من الاكل، عشان بعد كده لما نيجي نذبح ما تبداش هذه المحتويات ان هي تخرج تلوث اللحمه، يبقى هي مش هتاكل. امال هنسيبها كده؟ نسيب لها ميه فقط لا غير. تمام. النهارده في ليله النهارده الوقفه ان احنا ما ناكلش اي ذبيحه، وان هي ليس من الرحمه ان احنا ناكلها بالظبط، على الاقل 6 8 ساعات، وان احنا بس نترك لها الماء طول اليوم. تمام. واتكلمنا عن اداب الذبح ان احنا هنعمله. طيب لو انا جيت لقيت الجزار عنده ناس زحمه كتير وكذا، انتظر ربنا وسع عليا في الامر، اليوم الاول ممتد كامل، اليوم الثاني ممتد كامل، اليوم الثالث ممتد كامل، اليوم الرابع ممتد حتى المغرب، ان انا انتظر حتى يتتم عمليه الشعيره بصوره واضحه. تمام. حضرتك قلت لي دلوقتي يعني يمكن الطريقه الصحيحه لذبح الاضحيه، واهم حاجه لسانه ما يبقاش قدام
الذبيحة لا تصبح أمام أخرى، يعني ذبيحة تانية. طيب يعني خلينا نتكلم يا فندم عن المخلفات اللي بتبقى بعد الذبيحة، يعني وبيتصارع عليها بقى الجزارين واللية وال اسمها ايه بتاعه الخروف، الصوفه بتاعه الخروف والجلده والحاجات دي، يعني المخلفات دي، وكمان بقى بعض الناس بتسيبها في الشارع بشكل يعني تحقيقه صعب جدا، الدم بيبقى موجود بشكل يعني صعب جدا. حضرتك قول لي يعني الصحي في الذبح، وندبح فين كمان؟ هل يجوز ذبح في الشارع ولا لا؟ طيب بداية كده صح، هو ان احنا بنتكلم عن اجزاء الذبيحة، ان احنا عندنا الجلد ده جزء من الذبيحة وما ينفعش ان هو الجزار ياخده، ان ده جزء من الذبيحة ان هو يتبرع بثمنه للجمعية يتم توزيعه، بقى الجزار ياخد اجر الذبح بتاعه. الحاجة التانية ان احنا عندنا الناس فعلا ما بتتخيلش ان في حاجة اسمها عندنا مجازر. المجزر هو ده المكان الآمن الوحيد للذبح، ان هو يتم التخلص من مخلفات الدم. النهارده الدم دي مليئه بالميكروبات ومليئه بالامراض المشتركه الكثيره. احنا بنتكلم بقى عن مخلفات الكرش زي ما حضرتك تفضلتي ان هم بتترمي في البلاعات العاديه وتسد طبعا، والدنيا بترمي في الشارع بيبقى ليها رائحه كريهه، اللي احنا كنا بنتكلم عليه من بهجه العيد، افسدنا العيد حولناه الى مظاهر ان احنا الشوارع بقت يسكنها الاشباح وبقت الريحه كريهه. فالنهارده لا، لو انا مش هذبح داخل المجزر، ان انا هذبح عند جزار، لازم يتوفر مصدر مياه جيد وقوي، ومصدر للصرف الصحي جيد وقوي، وان هو يتم التعامل مع هذه المخلفات الصحيه بهذا الشكل. طيب في عندنا جثث نافقه اي حاجه بيتم توجه بيها الى كليه الطب البيطري، موجود محرقه، ان هي بيتم التخلص الامن من هذه المشاكل عندنا في هذا اليوم. المجازر بتبقى مفتوحه، الناس اللي هي القريبه من المجازر ان هي تذبح في المجازر، ده بشكل افضل. ان احنا عندنا حتى الدراسات في العالم ككل ان هو انشاء مجزر صحي سليم كفيل بغلق 10 مستشفيات، ان هو احنا بنتكلم عن سلامه وامن الاغذيه. تمام. الحاجه الثانيه ان احنا بنتكلم عن المخلفات، ان انا ما ارميهاش في الشارع، ان هي هتأذيك انت اول حد. احنا زي ما قلنا انك انت تاخدها وتلفها، اما بالدفن، انك انت لو عرفت انك انت تدفنها ده برضك طريقه امنه، او انك انت ما قدرتش فانت اديها لمن ينوب عنك، زي ما قلنا كليه الطب البيطري وجميع المحارق اللي موجوده ان هي بيتم التعامل معها وبشكل مجاني، وفي المجازر بيبقى هذه الصوره. خطوره ان انا اذبح ده في حته قلت لي سلامه الغذائيه، يعني خطوره ان انا اذبح الذبيحه في الشارع وخطورة ده على صحتنا، المهم ان انا احط ايه، استعد بايه، ايه السدادات اللي لازم اعملها قبل ما اذبح الذبيحه لو انا مضطره ان انا اذبح في الشارع؟ لو احنا هنذبح في الشارع، ان احنا زي ما قلنا ان هيكون في مصدر ميه، ان مصدر الميه ده اللي هو هل افرش مثلا فرشه تحت الذبيحه ولا ده يعني مش مهم؟ والله هو ده بيرجع لنقطه مهمه جدا احنا اغفلناها اثناء الذبح. الذبح ان هو بيتم من عند اتصال الرقبة بالجسد، تمام، بيتم قطع المريء مع قصبة الهوائية مع الودجين اللي هم الشرايين والأوردة بدون قطع الحبل الشوكي. ليه بقى؟ ليه مهم قوي، نقطة مهمة جدا لازم السادة المشاهدين هم ياخدوا بالهم منه ان شاء الله بكرة. ان احنا بنلاقي الجزارين ان هو عليه اقبال شديد، ان هو عايز يخلص بسرعة، فبيتم قطع حبل الشوكي. الحبل الشوكي ده اللي هو مصدر اتصال العصب بالمخ بالجسم. هو ايه اللي بيحصل؟ طب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ ما احنا عايزين نخلص على طول ونخلص وكده كده هيموت وكده كده لا دي حاجه وحشه جدا، وان هي تؤثر على جوده ونوعيه اللحم، ان هي تؤدي الى بقاء كميات كبيره جدا من الدم داخل اللحوم. ازاي؟ النهارده الخروف لو احنا جينا ان هو ذبحناه وقطعنا الودجين والمريء، فبالتالي النهارده في اشاره من المخ لباقي الجسم، الحق انا مفيش دم واصلني، المخ بيبعت انا مفيش دم واصلني الحقوني، فبالتالي بيلجا الخروف ان هو بيعمل ايه؟ بيبدا ان هو يحاول يدفع الدم، بيبدا ان هو بيعمل زي ما احنا بنقول ان هو بيرفص. تمام. فكره الترفيس ديت ان هو بيبدا ان هو يخرج كميات اكبر من الدم، لما هو كل ما يبدا ان هو يرفص جامد برجله الورا والقدام والورا والقدام، ده بيخرج كميات اكبر من الدم خارج اللحم. احنا اتفقنا ان الدم ده مليء بالميكروبات ومليء بكذا الى اخره من الامراض. طيب انت حضرتك خليت الجزار ان هو يقطع الحبل الشوكي، فبالتالي المخ مش هيقدر يبعت اشارات للجسم،
فتلاقي خلاص الخروف او البقر او كذا الاخير خلاص ما بيخرجش ما بيعملش ده تمام، ما بيقدرش ان هو يؤدي ويخرج الكميات الدم الكبيره الموجوده في العضلات، وبالتالي ان هو يؤثر على جوده ونوعيه اللحوم. طيب الحاجه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها، طب احنا ذبحنا يلا بقى بينا ناكل يلا بينا نفطر، ايوه تمام، لا احنا نستنى شويه، ان اللحوم ان احنا في فرق بين العضل كعضل دلوقتي واللحم اللي احنا نقدر ان احنا ناكله. احنا محتاجين ان احنا ندخل اللحوم دي ان هي تتبرد في حوالي 6 ساعات تمام، عشان يحصل لها التغيرات الكيميائيه ليها اللي احنا بنقول عليها التغيرات الريجور مورتس او ده كلام مختلف تماما عن عاداتنا، يعني دايما احنا عاداتنا ان احنا نذبح وناكل بالظبط وناكل الفته واللحمه بتبقى جاهزه على الصبح بالظبط ان احنا ناكل، لا احنا محتاجين اللحمه ان تتعرض لعمليه تبريد شويه لازم تقل بالظبط. ان هي ايه بقى يا دكتور؟ اول حاجه الطعم، اول حاجه الطعم ان بيحصل تغيرات كيميائيه والتكون حمض اللاكتيك فبيديها طعم اللي هو الحلاوه بتاعت اللحمه تمام. جربناها احنا اكيد كلنا لما جبنا فرخه من عند الراجل اللي بيذبح الفراخ ورحنا عاملينها تلاقيها بتشد شويه كده تمام، ان هي ما بقتش لسه بالطراوه المطلوبه. الحاجه الثانيه ان بيكون في بعض البكتيريا وكذا الاخره عمليه التبريد ان هي تؤدي الى قتلها، فبالتالي ده اكثر صحيه من ان احنا ناكلها كده على طول. تفاصيل يمكن كتير وما عندناش خلفيه كبيره عنها، بنتسرع دايما ان احنا دايما فاكرين ان الطازه ده هو الصح. بالظبط، ما عندناش ثقافه التبريد، ان احنا بتقابلنا مشكله في الطيور المبرده. تسويتها يا دكتور بقى، يعني تسويه اللحوم لتكون اكثر صحيه واكثر يعني ما يكونش فيها خطر على القلب، خطر على الكوليسترول، بنتكلم عن اللحوم الضأن، يعني طبعا فيها الضأن نسبه الدهون عاليه، مشاكل كتير جدا نسبه الدهون عاليه، هل يعني ليها تسويه معينه؟ هي طبعا طرق الطهي بتختلف طبعا، هو طبعا تكون اقل يعني المصريين يقبلوا على الشوي في اليوم ده اكتر. يمكن برضك هنفاجئهم شويه ان موضوع الشوي ممكن بعض الساده المشاهدين يعلموا ذلك، لو الشوي على الفحم هو بيخرج مركبات هيدروكربون، فدي مركبات يعني تم اكتشافها ان هي مواد مسرطنه، اللي هو الشاوي على الفحم اللي احنا بنحب نقبل عليه ونراه بصوره كثيره في مثل هذه الايام وفي كل اماكن، دي مواد غلط. فهو الشاوي طريقه صحيه جدا لو هو في الفرن، لو هو بعيد عن الفحم. السلق بردك طريقه صحيه جيده تمام، بعيدا عن التحمير بقى في الزيت وكذا الى اخره، ان هي دي ان هي بيبقى فيها كوليسترول. زي ما حضرتك تفضلت ان لحوم الضأن مرضى بقى القلب ومرضى الكوليسترول ان هم يبتعدوا بعض الشيء بالظبط، ان هو يبقى مليئه بالدهون في هذا اليوم. طيب يعني تفاصيل كتير، اتكلمنا عن المخلفات، اتكلمنا عن الذبح، كان في ايضا فكره خاصه بالقرون، هل القرون ممكن بالدليل على صحة الخروف أو لا؟ يعني ممكن تكون فيها بعض الإشارات الخاصة. هو طبعا هو يفضل، هو هي صورة ذهنية لينا ان احنا بنتكلم عن الكبش وان هو ذات أقرن أملح، ان هو بقرون، ان هي ما تكونش مكسورة، هو ملوش علاقة بجودة اللحوم يعني، لكن هو كصورة صحته يعني بالظبط، ان هو ممكن لو القرن جزء من الجسم اللي هو مكسور اللي هو متعور اللي هو ده هيؤدي الامراض، لو هو في خراج لو هو كذا الى اخره. لكن احنا بنتكلم ان هو يعني لو انا جبت خروف من غير قرن ما لحمته كويس، خروف بقرن لحمته كويس. يعني هو في الصوره الذهنيه لينا احنا ككبش اقرن املح ان احنا نحب ده او ان احنا نحب نقبل على الخراف ذات القرون ذات القرون الكبيره يعني. تمام، يعني انا عايزه بقى من حضرتك يعني يمكن النهارده كده روشتة سريعه وملخصه فقرتنا النهارده، ازاي حضراتكم تقدروا تتعاملوا مع الذبيحه لحد تاني يوم بكره ان شاء الله هيتم الذبح لو حضراتكم هتذبحوا بكره. طبعا اتكلمنا ان هو ممكن الذبح يتم لحد اخر يوم العيد او يوم رابع يوم العيد لحد بعد المغرب. بعض الروشتات كده او بعض التعليمات اللي الدكتور هيديها لنا النهارده الخاصه بالذبيحه حضرتك تلخصها لنا كده في نقاط. احنا قلنا في السريع ان الاضحيه ان هي ليها شروط شرعيه، فده يجعلني ان انا انتقي افضل شيء، وليها شروط صحيه اللي احنا اتكلمنا عليها، ان هي تكون خاليه من اي افرازات خارجيه، ان هي خاليه من ما اشوفش كحه، ما اشوفش اسهال، ما اشوفش كذا الى اخره، حاجات خارجيه. اتكلمنا عن موضوع السن، يمكن ما اتكلمناش اكتر عن ازاي ان انا اعرف السن بعض الناس انها تتكلم من خلال الفم تمام، من خلال تقدير الاسنان تمام بشكل سهل وبسيط جدا، يعني ما اخافش الخروف ما عندوش صف اسنان فوق تمام، فلو حطيت ايديا بردك ان هو مش هياكلني يعني، او الابقار ما عندها صف اسنان سفلي بس،
ان احنا عندنا في اسنان لبنيه واسنان دائمه. الاسنان الدائمه اللي هي بتبقى كبيره جدا وتبقى باينه بدون الدخول في معادلات يعني علميه شويه، احنا بنتكلم لو لقيت سنتين كبار يبقى ان هو تجاوز سنه، 2 4 ازواج يبقى ان هو سنتين، 3 ازواج يبقى ان هو 3 سنين، 4 ازواج اللي هو خلاص قفل 4 سنين بنقول عليه بقه قافل، يعني ده كبير قوي. ده كبير قوي ده اللي هو ايه، وعادي جدا اخلي الجزار يفتح البق وان انا اشوف السنان. عملت ده انقل الاضحيه بهدوء جدا وراعي ان هو هيفضل يمقمق كتير، ان الخراف بالذات ان هي تميل الى العيش في مجموعات. بعد كده ان انا التزم بسنن واداب الذبح اللي يؤدي الشعيره بالشكل المظبوط تماما، وان انا اكل منها ويعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا بردك علشان ده دي بالظبط عشان نؤدي الشعيره كما ينبغي ان تؤدى. وهي في البدايه للفقراء والمساكين وفي النهايه للفقراء والمساكين ولينا كفرحه وبهجه أكيد. هي ايام نعيشها ان شاء الله وربنا يعيد علينا وعلى مصر حبيبه بكل اشكرك شكرا جزيلا. نورتني النهارده دكتور علي محمد علي اخصائي ارشاد بيطري، شكرا جزيلا لتوضيحات حضرتك النهارده ويعني بعض التعليمات الخاصه باختيار الاضحيه وتفاصيل كتير، خاصه بقى احنا النهارده نشوف مع حضراتكم كمان احنا بنختم فقرتنا شروط شرعيه واللي اتكلم يعني جزء كبير منها عنها دكتور علي. تقريرنا ده هيتكلم بتفاصيل اكتر كمان عن انك ازاي كمان تشتري، ازاي كمان يكون عندك وعي ما يكونش فيه اي يعني مشاكل ممكن تقابلك، كمان ازاي تختار الاضحيه بتاعتك بشكل صحي وتفاصيل يمكن دكتور علي يوضحها لنا. نشوف مع حضراتكم تفاصيل اكتر في تقريرنا ده. يستعد الجزارون في جميع أنحاء البلاد بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بإعداد الأضاحي للمسلمين الراغبين في أداء سنة الأضحية. يذبح المسلمون العجول والأغنام والماعز في هذا الوقت من العام لتوزيعها على أسرهم وأحبابهم. يختار الزبائن من الأضحية كيفما شاء كل حسب ميزانيته. في واحد بيحب ياخد عجل كبير يعدي 25,000 أو 30,000، في واحد تاني بيحب عجول صغيرة زي الصغيرين دي بتبقى من 20,000 ل 25,000، في واحد بيقول لك لا أنا عايز خروف، عايز كبش، عايز جدي. اللي بيحكم الموال ده كله إذا كانت تنفع للشريعة للذبح ولا لا. يعني في العجول لازم تكون معدية سنتين من العمر 24 شهر، في الغنم لازم أقل حاجة خصوصا في الخروف من 6 شهور لسنة، الجمل لازم يكون عدى 5 سنين، دي بتختلف لكن الأسعار بتزيد شوية في العيد بسبب النقل، بسبب الأكل، بسبب الشادر اللي بتصرف عليه فلوس، فبالتالي المصاريف بتزيد. لو في الأيام العادية مثلا ب55 تلاقيه في العيد بقى ب58، هو ما غلاش، هو مصاريف العجل كترت. يقول بعض الزبائن في أحد محلات الجزارة إنهم سعداء لأنهم لا يزالون قادرون على شراء اللحوم. أنا على طول باجي أخد مننا سواء نقل التقيل مع تريلا شغال هنا في أكتوبر، بنيجي مرة أو مرتين في الأسبوع ناخد من المحل لحمة صراحة، يعني اللهم صل على النبي. الحمد لله احنا بنحمد ربنا في غيرنا مش قادر يجيب، الحمد لله وشكر لله ان احنا بنشتغل وبنجيب. الايام اللي تجهيزاتنا بس بتبقى للاضحيه، تجهيزاتنا بتبقى للاضحيه تمام، يعني بنجيب عدد عجول بيبقى عدد الخرفان، الايام العاديه ما بيبقاش في الشادر ده، بتبقى الشغل ايه واحده واحده برضو ما بيبقاش زي شغل العيد. وشرعت الاضحيه بدليل الكتاب والسنه والاجماع، ويوافق عيد الاضحى المبارك هذا العام يوم الثلاثاء 21 من اغسطس 2018. مش ممكن.
ممكن. مش فاهم انا انت بتصعب علي ايه. الاوردر